في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نحاول ما امكن نعطي واحد النصيحه بالنسبه للتلاميذ اللي كانوا معولين انهم يجيبوا مثلا واحد النقطه مزيانه في الجهوي وفي الاخر تصدموا ولقاو بانهم جابوا واحد النقطه اللي هابطه ودابا طالعين الباك وبغاو يعوضوا هذاك الجهوي. اولا الناس اللي كانوا معولين في الدوزيام باك ديالهم انهم غادي ينجحوا وفي الاخر ما نجحوش، اولا الناس اللي ديجا نجحوا في البكالوريا ديالهم وجابوا كاع نقطه مزيانه ولكن في الاخير ملي دوزوا الكونكور ديال هذيك المدرسه اللي باغيين يدخلوا ليها ما جابوش، ومعولين على انه العام الجاي غادي يكون واحد العام ديال التغيير. يعني هذاك السيد اللي ما جابش مزيان في الجهوي في الاول غادي يجيب في الناسيونال ديالو مزيان، ولا هذاك الشخص اللي ما نجحش هذا العام غادي ينجح وغيجيب نقطه مزيانه، ولا المثال الاخير ديال هذاك الشخص اللي ما جابش داك الكونكور غادي يعاودوا هذا العام وغادي يجيبوا ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي انه الواحد خاصو يتقبل الفشل ديالو. معظم التلاميذ ديما كيبقاو في الماضي، ديما كيبقاو يتفكروا هذيك الصدمه، ديما كيبقاو يتفكروا هذاك الشيء اللي طرا لهم وكيبقاو كيتحسروا، وهنا راه هذاك الاحساس بالفشل ولا هذاك الاحساس بالاحباط كيبقى تابعهم. يعني هذاك التلميذ اللي ما جابش مزيان في الجهوي كتلقاه طالع للباك ومازال تيفكر في الجهوي، لا راه خاصك تقبل بانك في الجهوي ما فيش واحد النقطه مزيانه، صافي تقبلها، راه عارف باللي ماشي ساهل، عارف باللي صعيب، ولكن راه خاصك تجلس مع راسك وتقول لي باللي ضربنا تمر العام اللي فات، درنا بزاف ديال الحاجات وفي الاخير ما يسرش الله وما جبناش ديك النقطه، دونك تقبلها مبدئيا. راه الا ما تقبلتيش النتائج ديالك راه غتبقى ديما عايش في واحد ستريس، ديما عايش في واحد الاحباط، ديما كتجيلك هذيك التصويره ديال الماضي اللي ما تخليكش انك تافونس. انا متاكد وهذا الشيء راه شفتو بزاف ديال التلاميذ، كتلقاه ملي طلع الباك عام كامل هو تيبريباري وتيوجد حتى قرب الوطني، هما يبداو يجيو هذوك الافكار السلبيه وتفكر هذاك الشيء اللي طرا ليه في الجهوي واثر عليه وفي الاخر لقى راسو بانه ما جابش حتى في الوطن. دونك هذه هي اول حاجه، تقبل النتيجه اللي حصلتي عليها. دابا غادي ندوزو لثاني حاجه اللي كتبان لي انا مهمه ومعظم التلاميذ كيغفلوا عليها، راه الا عاودتي خدمتي بنفس الطرق اللي خدمتي فيهم العام اللي فات، راه الا عاودتي نفس الاخطاء راه في الاخير غادي يكونوا عندك نفس النتائج. دونك ما تعاودش داكشي اللي درتي العام اللي فات، حاول تبدل فيه شي حاجه. كاينه واحد القوله اللي تتقول سي تو في سكو تو يا توجور في تو فا اوبتونير سكو تو يا توجور اوبتوني، بالعربيه الا درتي داكشي اللي كنتي كدير شحال هادي راك غادي توصل نفس النتائج اللي توصلتي ليها شحال هاد. دونك ضروري ما خصكش تمشي دير واحد الجلسه مع راسك وتشوف شنو هما الطرق اللي كنتي كتخدم بهم، تحاول ما امكن انك تمودي فيهم ودير شي حاجه جديده، حيت ملي غادي تبدل هذاك الشيء باش كتخدم راه في الاخير النتائج حتى هي غادي تبدل واكيد غادي تبدل للاحسن. غير هو انا راه متاكد في الاول باللي ملي غتبغي تبدل الطريقه ديالك وداك الشيء غادي تجيك صعيبه، وراه ما كايناش شي حاجه اللي ساهله وما كاينش شي حاجه اللي فابور، ضروري ما كاين واحد الثمن اللي خاصك تخلص، ضروري ما خاصك تصبر في الاول حتى تولف على الطرق الجديده اللي غادي تخدم بها. كاين الناس اللي تيبداو ولكن غير كتوصل واحد الوقيته ترجع عاوتاني بنفس الخدمه اللي كان كيدير شحال هادي وكيطيح في نفس الاخطاء وفي الاخر كيعطيوه نفس النتائج. دونك حاول ما امكن تقلب على طرق جديده في المراجعه، طرق جديده في تلخيص ديال الدروس، اساتذه اللي كيشرحوا مزيان هذوك الدروس، خدم الامتحانات القدام، حاول ما امكن انك تريني. فانا متاكد باللي كاين واحد السبب ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ديال الاسباب ولا اكثر هي اللي خلاتك على انك ما توصلش لديك النتيجه المرجوه. تقدر تكون انك ما كنتيش حافظ مزيان، تقدر تكون انك ما ترينيتيش مزيان على هذيك الماده ولا داك الامتحان اللي دوزتي، تقدر تكون ما عرفتيش كيفاش تنظم الوقت ديالك في وسط ديال الامتحان. دونك هادو غير امثله ديال الاسباب اللي يقدروا يكونوا سببوا في النتيجه اللي وصلتي لها. وثالث نصيحه وكتبان لي مهمه هي انك تبدا بشويه بشويه. عندك يطرى لك بحال ما طرى بزاف ديال التلاميذ اللي في الاول ديال العام بداو قاصح بداو صعيب وفجر وسط ديال العام ولا الاخر ديالو كيعياو، كيطرى لهم واحد البيرن اوت، يعني صافي ما كيقدروش على انهم يبداو يبريباري والمعلومه ما كتبقاش تدخل لهم وفي الاخر الامتحان ما كيدوزوش مزيان. من الاحسن انك تبدا في الاول بشويه بشويه وفاش تجي الدوره الثانيه وفاش يقرب الامتحان الوطني ولا الجهوي وتكون موجد ليه وانت ديك الساعه كتحس براسك مزيان ومساعد باش تدوز هذاك الامتحان، احسن ما انك في الاول تبدا صعيب ولكن ملي يجي الوسط ديال العام تحس براسك بانك عييتي وما قادرش على انك تكمل. ورابع واخر نصيحه غادي نختم بها هي توكل على الله ودير اللي عليك. النتائج انت ماشي مسؤول عليها، انت مسؤول على لي زاكسيون اللي خاصك دير، الافعال، المراجعه، البريباراسيون، داكشي كامل ضرب فيه ثمره، دير اللي عليك. كيف قلت حاول ما امكن تبدل الطرق اللي كنتي كتخدم بها العام اللي فات، ولكن في الاخير النتائج اللي غادي تجي انت ماشي مسؤول عليها. دونك هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. ترى لي في راسك، نشوفو ان شاء الله فيديو جديد.